بالنسبة للوقفة هي وقفة اللي هي منظمة من طرف واحد العدد ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني ومن طرف واحد العدد ديال الجمعيات الحقوقية من أجل التضامن مع العمال المهاجرين خاصة الوافدين من جنوب الصحراء من إفريقيا جنوب الصحراء من أجل أن نقول جميعا لا للعنصرية لا للممارسات. ونحن نريد معاملتهم كما نريد أن يتم معاملة المهاجرين المغاربة بالبلدان الأوروبية، ونحن مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، ونحن ضد العنصرية المتنامية في بلادنا، ونحن نعتبر أن السلطات المخزنية لها مسؤولية فيما يقع ضد المهاجرين، بحيث هذه السلطات هي مسؤولة عن حمايتهم، وهي مسؤولة عن تفشي العقلية العنصرية ببلادنا بدل تفشي عقلية حقوق الإنسان ومقومات حقوق الإنسان في بلادنا. ولهذا نحن جميعا كمنظمات للمجتمع المدني مدافع عن حقوق الإنسان نقول للسلطات المخزنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها لحماية المهاجرين ولوضع حد للقتل الذي يتعرض له المهاجر الإفريقي فوق تراب بلادنا. الهيئات الحقوقية المهتمة بالهجرة هي فرصة ومناسبة أولا التضامن مع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء بشكل خاص لأنهم اللي ضحايا أكثر للعنف سواء العنف ديال السلطة أو أحيانا العنف ديال المواطنين. صادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وعائلتهم، وبالتالي هو مسؤول ومطالب باش يكون في مستوى هذا الالتزامات ديالو وأنه يحترم ويحمي هاد المواطنين ويحسس أيضا المواطنين بضرورة احترام حقوقهم ويعرف بأن وسط المواطنين بأن كيفما حنا كمغاربة المواطنين المغاربة اللي كيعيشوا في أوروبا أو كيعيشوا في دول الخليج أو في دول أخرى من العالم كنطالبوا كنحتجوا الوقت فاش كيتعرضوا لممارسات عنيفه فخصنا نكونوا ايضا في مستوى ما كنطالب فيه ونحترموا ايضا الناس اللي كيجيو لبلادنا خاصه ان هؤلاء يعني المهاجرين من جنوب الصحراء ما جايينش باش يبقاو معنا في بلادنا هما جايين فقط يعني باش يعبروا المنطقه الى الضفه الاخرى لاوروبا ولكن نظرا للسياسات الاوروبيه المتشدده وايضا السياسه المغربيه اللي الدول المغربيه كتقبل انها تلعب دور دراكي لتنفيذ السياسة الأوروبية في مجال الهجرة كيتلقاو نفسهم يعني جالسين في البلاد ديالنا وبالتالي حنا مطالبين باحترامهم باحترام حقوقهم باحترام كرامتهم اللي هي يعني منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اللي حنا كلنا كمواطنين كنبغيو تحترم تجاهنا خصنا أيضا نطالبوا باش تحترم تجاه كافة المواطنين لأن الإنسان أينما كان هو إنسان الحرية والكرامة ديالو هي واحدة وخصها تحترم من طرف الجميع. هذه وقفة اللي أصبحت ضرورية كما أصبح ضروري أن المجتمع المغربي المجتمع المدني يوقف على المخاطر والعيوب ديال الثقافة ديالنا ديال السلوك ديالنا ديال القوانين ديالنا ديال المؤسسات ديالنا فيما يخص قضايا المهاجرين بشكل خاص فيما يخص هذا الإرث المسكوت عنه ديال العنصرية اللي غادي وكي يعبر على نفسه بشكل إجرامي أحيانا كما وقع في الاغتيالات والعنف اللي كيتعرضوا له مرارا المهاجرين السود من أفريقيا جنوب الصحراء. لا يعقل أننا نكونوا كنضمنوا وكنتعاطفوا وكنطلبوا بالحقوق ديال إخواننا وأخواتنا المهاجرين في أوروبا اللي منهم الآن ملايين في أوروبا وفي الخليج وغيرهم ونكونوا كنقبلوا العنف كنقبلوا الإهانة كنقبلوا السلوك الفظيع تجاه إخواننا اللي جايين من جنوب الصحراء.